المنتخب البيضاوي راح نواصلوا في نسمعوا تصريحات الملاعبيه بعد المقابله. سيف الدين الخارجي شنو قال وبعد راجعين. Ah, c'est bien passé, on a fait une bonne première mi-temps, on a été efficace. Après en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué niveau de l'efficacité. On a su garder la balle et continuer à jouer. Ouais, ça fait du bien, ça fait plaisir de retrouver le stade ici à domicile et de jouer avec les copains. Ouais, un but, ça fait plaisir de marquer pour la Tunisie toujours. Et puis voilà, là, ça sera un gros match. On va se mesurer un gros d'Afrique aussi. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer sur une deuxième victoire. The Next. دونك ترى قصيت عليك قبل هذيك خليتك تكمل ونعمل انشينمون ما يسالش بسؤال. سيف الدين الخاوي بون على العكس وهاب الخزري واللي مساكني انا مع سامي مثلا يقول لك اللاعب هذا ما ولا شيء في المنتخب رغم اني ما يلعبش برشا في الوام لكن عايش موجود الملاعب هذا ديما. اول حاجه ملاعبي عنده دي كاليتي واللي زونترونور اللي كونفوكيوه كل يمنوا به راه مش فما ملاعبين مش لازم يعجبوك. راه انا مره نسمع في محلل صديقنا هو المجال يسخيري قال عادي هذا راهو نورمال قال مش خير من اللي عندنا اخي بعد نشوفوا في اللي شيفر يعمل فيهم في الستاتستيك اللي عملهم اللي يسخيري في كورا في المانيا يعني حاجه يعني اللي شيفر نتاع الخاوي في فرنسا ما مش حاجه. لا نحكي لك معناها نحكي لك الكاليتي مش لازم كل ملاعب لازم يعجب العباد ولا هو المشكل انه في البوست نتاعو اول ما جاء الخاوي اسكو مش يلعب في الكولوار كاريمون في الكولوار اسكو مش يكون الثالث في الوسط كوم ريليور على اليسار مي بيرسونيلمون عنده بي جوش باهي برشا وباهي انه نستحفظوا ديما على الملاعبيه هذوما نتصور ان الخاوي كي تبدا ليكيب كامله ما يكونش موجود ما يكونش في العشره الاولانيين مي انك انت قد ما توسع الافكتيف ترقم بعد شوي مي سيف الدين الخاوي عنده مشاكل توا ما يلعبش امام لاعبي فالور يعني سيور ان شاء الله الكوفيد هذه والبيريود هذه ترانزيتوار اللي يعيش فيها ان شاء الله يمشي لبلاصه مخير هو توا مازال ما سايبوه في مارسي مش قاعد يلعب على العاب دوت ولا ماتش يدخل شويه في الاخر اي يدخل شويه في الاخر مي كجوار يعني ملاعبي يستحق المنتخب ماهوش ملاعبي يعني اقل من عادي ولا انه مش نحكيو عليه كانه نرجع جروسو مودو للمنتخب قلت لك نحب الرا الياس جلاسي نحب الرا سيف الجزيري ولازم برشا عدل في ليكيب المشتهبط في لونترينمون في الكونفوكاسيون وراو نجموا نعملوا مخير لانه منظر كبير عكس المدربين اللي سبقوه احنا بدينا نعملوا في كيب بريسك من 2017 بدينا نعملوا في كيب جديده توا بريسك بالملاعبيه هذوما دونك ولا عنده شويه بالكدا يعني عنده هو الكوره هو عادل باش يعملوا كيب باهي باش يعملوا ديسبوزيتيف باهي وانا ديما بور تونس انا تلعب بترو بيفو نجموا نلعبوا 4 3 عندنا كاليتي توا عندنا سورتو في الوسط قبل كانوا عندنا مشاكل في الوسط تفكر في 2013 و14 و15 و16 كانت عندنا مشكله كبيره في الوسط توا الكاليتي موجوده حتى الولاد اللي جاي نسبي سليمان عنده كاليتي تاع بويسونس انورم يعني تستحقها في الافريق تستحقها في النيفو كي تطلع في النيفو العالي تستحق الملاعبيه هذوما نسبي سليمان عندك كمان بن عمر فرجاني سيسي يستنى الياس الصخيري احمد خليل دونك سورتو في الوسط نجموا نعملوا تريو محمد امين بن عمر اللي 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 قعد 6 ولا 7 سنين جوال انتو شابل في الوسط على الكيب ناسيونال دونك نجموا نعملوا ايكيب ونجموا نمشيو لقدام خاطر زاد القدام ولات عندنا كاليتي كما شفت وهبي الخزري ينجم يكون بيتور اتو مومون لي جوار اللي مش ياخذ ولي كولوار لي دو لاتيرو لي دو لاتيرو انا نحب برشا عليه معلول معناها فريمون ملاعبي معناها يتكلاسا مع الملاعبين الكبار اللي انجبتهم تونس يعني لاتيرال جوش ديسيزيف في جمعيه كبيره برشا وعندها برشا فلوس وعندها برشا ملاعبيه وعندها برشا تاكونات وعليه معلول ستار كبير في الاهلي المصري دونك هذه الكل نستغلوها احنا مع وهبي الخزري مع لاتيرال جوش تاع دروا تاع ليتوال مشى لسبيرونس خلينا نمشيو الحمد لله ان شاء الله لاباس عنده طلع بوزيتيف ان شاء الله لاباس باش نتهناو على اليمين وعلى اليسار والوسط كما قلت لك اما انا متفائل برشا. باهي انت حكيت جينيرال مو خلينا نبداو نحكي شويه على التشكيل اللي بدات نبداو من الكاز هاني معز البارح عمل دوز ريقه الموجود البارح هنا برشا خاطر نساو معز بن شريفيه في الكاز.
بلوس كو دو زاري جو بونس كو اذا كان لعب معز كتيتولير اللي انا فاروق بن مصطفى اللي برشا ممكن ما ترناش هذاك اللي خلى عطى ثقه في معز اون بلوس هون دو لا شونس دافوار لو شوا معناها كي تشوف معز الماتش اللي خرجوا اللي عملوا سي انكرويابل بربي باش نرجع على سيف الدين الخاوي اذا كان ما جاش غوشي سيف الدين الخاوي جو بونس با ليكيب ناسيونال كانوا يعيطوا له سارتان مومون لان ابار سعد بقيري فو ان غوشي دون سيت افيكتيف لا وهذاك علاش عيط له وكان لا واذا كان الاولمبيك دو مارسي رجعت سيف الدين الخاوي اللي انا كان سو لا فورم دان بري اي سون دون لوبليغاسيون كان عينهم هما باش يعملوا له بري ليكيب اخرى راه عملوا له اليوم خلاوه اليوم في الاولمبيك دو مارسي اون اتوندون كي يلعبوا فيه بعد ساعات يدخلوه لكن سي كوميم الاولمبيك دو مارسي لا راهو وبربي عايش خويا سامي والله العظيم انا نحب نحكي لك حاجه راهو الانترفونسيونيزم des agents de joueurs c'est dans le monde entier يهديكم comme Rabbi ou tu te fakru بالمادي جاه تليفون سامحني جاه تليفون بالمادي جاه تليفون من عند l'agent قال له s'il vous plaît coach il faut faire jouer Slimani parce qu'il y a Monaco qui sont sur le معناها sur le joueur il doit jouer قال له j'ai pris note Slimani n'a jamais été titulaire pendant cette coupe d'Afrique avec بالمادي بالمادي سامحني هاو Didier Deschamps ثم كاركتر اكثر من Didier Deschamps جاء مسيو نويل لغرايت قال لهم يفو بلو كونتي سور كريم بنزيما نحب ولا نكره دونك اليوم انا نقول تو سامبلومون سي كليفيكتيف اللي يلعب انا علي معلول كان جاء مش تونسي راهو يلعب في عز كيب في العالم سي نافي با سي نيتي با تونيزيان انا كنشوف نشوف لوكا ديني وين يلعب نشوف كورزافا وين يلعب في باريس سان جيرمان شوف برشا جوارات كي نون با لا كلاس اي لو تالون دو علي معلول في بور موا بارمي لي 4 5 ميور لاتيرو غوش دو موند نعم لان اليوم انت كي تشوف علي معلول اليوم على خاطر هاني قلت لك كان تعرف الوير مش كيما لوكا ديني ولا كيما رياض لاتيرال لانه معلول الى ان بروبليم شو لو بلان ديفونسيف وانت تعرف دون لي شامبيونا اوروبيان اول حاجه يقول لك باهي ان ديفونسور معناه il peut être معناتها ان تري بون لانسور ان تري بون كونتر اتاكون واحد كل ما يقول لك لا كاليتي دو باز pour un défenseur c'est il doit être un bon défenseur مارسيلو ضعيف برشا ديفونسيف مارسيلو ضعيف برشا ولا في ان غران كلوب خويا سلام تريز امبورطون اللي قالوا سامي توا Je vais vous dire, alors je crois que je Ali Maloul, quand il est championnat de Tunisie, je crois qu'il a marqué 16 points. 14 points. Quel buteur, moi 13. Meilleur buteur. Meilleur buteur du championnat. Béhi, tu aimes ou tu t'aimes un latéral ou un stopper ou un latéral droit, à certains moments, il est omnubilé par le but. Ou il y a ça, ou il y a ça, ou il y a ça. Dirbeli d'origine n'est pas latéral droit. Dirbeli pense plus à attaquer qu'à défendre. Vous voyez, il y a une problème grave. D'ailleurs, la preuve qui te fait que le cours, je vous dis, il y a une chose. Parce que c'est dans la tête, c'est un latéral. Maloul, dans l'action de Bounto, quand fait la position de l'attaquant, je dis que je trouve que Chrid est centré à l'émine, et Maloul, presque au penalty, où il marquait à Anis. بن سليمان سافو تو دير مي هاللعب هذايا اللي لاتيرو اللي طلعوا بوندون كو تونس وقتها ربحت 1-0 وقتها تحلت ليكيب دو سودان وشفنا دايور قام توت سويت ايبرفيلود اللي درب الملعب التونسي حتى في الملعب التونسي في فتره صغيره برشا خلات اللي راهو حبوا يبدلوا لا فاسون دو فير انا نقول تو سامبلومون اللي اليوم كونتونا دو ديكوفيرت C'est le premier match depuis un an. Et on dit qu'il faut qu'on utilise aujourd'hui les interventions, les Khadin Sairin, ou Narfou, Leonardo, ou Paris Saint-Germain, dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est le jumissier. C'est le caractère ou la force de caractère d'un entraîneur au niveau de la gestion, au niveau du relationnel. Et je pense... Et je pense dans un groupe où Khoya Tarek, le coach, il est mieux placé que moi pour dire ça, c'est que dans le groupe, il y a 25-30 joueurs, il y a 30 joueurs de caractère différent. Donc il faut s'adapter. On a un coup pour sortir la meilleure copie possible. Et on a le talent. On a un coup, Haja Barka, اللي اليوم راهو جوارات اللي تجي باش تلعب في الفريق الوطني التونسي راهو ا مون افي سيتي لو ميور شوا اليوم ثم جوارات كي سون ابسون عندنا
80% برسك دي جوار جو اليترونجي دونك هذه حاجة باهية وخايبة ومنتان لأن الموتيفاسيون دي جوار في الشامبيونة دي تونيزي أما أنا كل جوار أنا عندنا جوارات اليوم خليل القصاب يلو راسا شانس وسام الحباسي نتاع الاتوال حسام الحباسي سي اس اس يلو راسا شانس برشا جوارات يزورون لور شانس وهذه حاجة باهية أنا نقول شفت بعيني أنا مرة سي منظر كبير شفته كنت il ne travaille pas, il pense travail. Le coach, il est comme ça. انت الكوتش يمكن حتى عائلته وخويا طارق هنا راهو حتى في الليل يخدم بور افوار لا ميور كوبي بوسيبل راهو اليوم سي اون حاجات باهيه نبنيو عليها تو سكي نيجاتيف الله غالب اون ايساي دو 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 سو باسي دو تو سكي نيجاتيف ونحاولوا نعملوا سي كلير باش تقول لي ما فماش جوارات مش مظلومين في 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 في, في ليكيب ناسيونال ولا في ليكيبات نتاعهم ولا حاجه نقول لك وي ثم وشاطر راهي سامي لكن اليوم راهو اذا كان اليوم ان انترينور باش يجيب لك جوارات في الكره الاكتاف تنجم تتدخل في برشا حاجات الا في الفوتبول لان سي لو تيران كي في اوفيس دو هو اللي باش يعطيك لا فيريتي نتاع الانتداب اللاعب هذايا اي ولا لا نشوفك الوليد يلعب في ايفان 3 نتاع جوفنتوس فريمون اللي اكسترودينير رفيع معناها خلات اللي اليوم نفرحوا كي نشوفوا دي نوفو جوار دو سو تالون لا اللي قاعدين ينوروا فينا البرا سامي المنتخب تراجع في الشوط الثاني الشوط الاول كنا سيطرنا على المنتخب السوداني ظهر الفرق بيناتنا لكن الشوط الثاني منتخبنا كليك تفي بالنتيجه معناها شوف احنا راهو صحيح انه معناتها سيطرنا على المباراة لكن يلزمكم ترجعوا ايضا معناتها للشوط الاول وتشوف الفرص اللي جاوا الفريق اقل من المتوسط بكثير اللي هو فريق السودان شوف المسألة مش مسألة انت ايجابي ولا انت سلبي ولا انت اوبتيميست ولا ماكش معناتها ولا بيسيميست شوف انا وقت نقرا الكرة نقرا بداية من الماضي معناتها مرورا بالحاضر باش نتعداو المستقبل نحن نعرف الباركور والتاريخ نتاع الفريق هذايا ونتاع الممارسات في الفريق هذايا وبعد نمشيو معناتها التظاهرة كبرى وبعد معناتها نرجعوا بالاحباط ونرجعوا بنتائج سيئه واحد وكل دونك انا المنطلق نتاعي ثم بالطبع منطلق معناتها براغماتي وقت نقرا قائمه وقت نشوف الستاتستيك نتاع اللاعبين نشوف شنية معناتها الكوتا نتاعهم والمستوى نتاعهم والمستوى الفرق نتاعهم هذايا مش تجريح ولا معناتها في اللاعبين هذا لانه المهنه نتاعي اني انا نكون ملاحظ معناتها ما يكونش عندي دي سنتيمون ولا مانيش حتى معناتها انترينور ولا انسيان جوار وهذاك الوقت ثم ان فيريتابل ديبا خاطر ثم الانترينور والانسيان جوار والبريزيدون فيدراسيون والسوبورتير وكل واحد يلزم ياخذ سامي عندي سؤال لي تبدا فما ظلم سميوه قولوا فلان جاي خليني عندي سؤال تشجع المنتخب سامي كي يلعب شوف ما عندك حتى فكره واذا كان نقصوا على المنتخب لانه معناتها قد القسوه نتاعي قد الحب نتاعي للمنتخب خاطر تحس كانه خلافك مع رئيس الجامعه يخليك حتى ما تحبش المنتخب ما ثم شو اسمعني ما ثم شو اسمعني باش نكلمك حاجه هو باش نقولوا نحن حاجات سهله توا معناتها اي نحكيو بعد الثوره احنا اون ايو ان غران ريزولتا سكو جو كونسيدير ان غران ريزولتا الشان اللي هزيناها بعد الشان كلها مسيره متعثره واذا كان نحن نمشيو لومبيسيون تاعنا معناتها ولا لو ميور ريزولتا كون بيس افوار سي المرتبه الرابعه في افريقيا سي كو نحن كيلكو بار ما ماناش فريق وطني في مستوى اول ولا حتى في وقتاش كنا في مستوى اول نحن هزيناها مره بركه كوب دافريك اسمعني هزيناها مره عملنا دو فينال عملنا اون تري بيل كوب دو موند دون 78 ثم اسمعني لا ثم كومام تاريخ عندنا دي كلوب اللي هزوا تشامبيونز ليغ دونك هذا كان المنطلق نتاعي حبيت نرجع توا الجزئيات اللي نحكيو عليهم حكينا فار اكزومبل على بن شريفيه شوف انا خايف انه تصير نفس المشكله اللي صارت في كاس العالم الاخيره وحتى معناتها صارت في الكان اليوم سؤال يلزمنا نتسالوا على كل شيء حتى الجزئيات هل بن شريفيه هو احسن حارس مرمى اليوم هل هو الحارس المرمى الاول هل معناتها هو معناتها بعيد على جماعه الاخرين انه البارح في مباراه ضد فريق اقل من المتوسط يلعب مباراه كامله من المفروض انه الشوط الثاني على الاقل يدخل دحمان فاروق بن مصطفى نعرف شنو هو الفالور نتاعو كونتي لي كومبيتيتيف اي لي بون انا خايف مثلا نتيحوا
في مشكله نفس المشكله، لان انا مش نمشيو معناتها قلت لك شهر اخر معناتها اللي زين من التوار بتاع الكان وبعد شنو ندخلوا مارس الكوب دي مون. فما تكلمنا عنها على احنا الهجوم الوهم ما نتكلموش، نحنا احنا لعبوا وولينا لعبوا خزري ونشوفوا كيفاش نحطوا مساكن البوزيسيون بتاعه وكيفاش نحطوا الاخر نفي دمي كيفاش واحد، لان اليوم ما عندناش ان افونسون. وتحب ولا تكره وقتها تدخل دون ان جران ماتش ولا دون اون جراند كومبيتيسيون يلزمك تكون عندك معناتها حلول، معناتها على الاقل ان سول افونسونتر دو ميتي.